الإعلامية المتميزة عائشة عثمان منورانا عبر الشفوش. أهلا بك معنا. شكرا، أنا سعيدة جدا بوجودي اليوم معكم في المونديال، وأنا مشاركة برنامجي عائشة، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يعجب الناس. إن شاء الله. عائشة، برنامج مع عائشة في دورته الأولى والموسم الأول عمل حالة من الجدل الشديدة في الوطن العربي، خصوصا أنت استضفت كبار المطربين في الوطن العربي، ده كان مقصود؟ كان عفوا؟ كان مقصود؟ يعني كان احنا صادفنا مجموعة كبيرة من النجوم، من نشكرهم برشا على الحضور متاعهم. ان شاء الله في الموسم الثاني زادة باش يكون هناك مجموعة اخرى من النجوم. الموسم الثاني باش يكون في مصر، وان شاء الله قريب تعرفوا في اي قناة. الموسم الثاني مقرر تصويره في مصر مع مخرج رائع حسين شوكت ومدير التصوير طاهر فوزي. ايه الجديد اللي هتضيفيه عن الموسم الاول؟ باش يكون شكل جديد كما قلت، باش يكون مع المخرج الكبير حسين شوكت، باش يكون فما شكل جديد، باش يكون فما تغيير في المحتوى البرنامج، ان شاء الله يعجب الناس، احنا عملنا مجهود ويا رب يعجب الناس. هل الموسم الثاني هيضم الفنانين والمطربين ولا هيعتمد على المطربين اكثر؟ الموسم الثاني حيكون فيه فنانين وفيه ممثلين وفيه ايضا شخصيات عامه، يعني مش باش يكون مثل الموسم الاول فقط مقتصر على الفنانين. عائشة، اطلالتنا بقى النهارده سيمبل بسيطة واللون الأبيض اللي أنت بتعشقيه، شايفة؟ أنا نحب الأبيض ونحب الأسود ونحب الأشياء البسيطة، يعني تصميم مين؟ لا، هذايا فستان يعني شخصي مش تصميم حد. البيبي عامل معاكي إيه؟ خصوصًا إن أنت لسه يعني بيبي عمره مش 3 شهور حاليًا أو شهرين؟ شهر ونص. سميتي إيه؟ أرام. أرام؟ أنا شبكة بتاعتي، أرام. أرام؟ أرام. ليه أرام؟ أرام اسم حلو، اسم بون. أنا حكيت كذا مرة قبل، قلت لي أنا سمعت الاسم عند رامي عايش، ابنه اسمه أرام وعجبني الاسم، اسم حلو. أرام هو حفيد سيدنا نوح، أرام أيضا يعني الهدوء والسكينة، وأرام هو أيضا جمع الريم،